للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. انطلق الشوط 14، نتابع وإياكم في هذه اللحظات شوط من أشواط القعدان الحقائق، والمسافة هي 4 كيلومترات. نتابع وإياكم هذا السن، سن الحقائق، مع هذا المهرجان الكبير، مهرجان المؤسس. نتابع في هذه اللحظات انطلاقة هذا الشوط، ونتابع هنا وإياكم في هذه اللحظات الشوط 14، نتابع هنا هذا الانطلاق والاندفاع مع هذه الأسماء المنطلقة وهذا السن وسن الحقائق. نتابع في هذه اللحظات، كما أيضا نتابع وإياكم في هذه اللحظات انطلاقة هذه الحقائق. بما أن نذكر لكم أشواط الرموز في هذا المساء، سوف يكون هناك التحدي بين الرموز، والرموز 4 رموز في هذا المساء، رموز المفتوح ورموز الانتاج. نتابع في هذه اللحظات المقدمة والصدارة هناك في هذه اللحظات، المركز الأول والمقدمة. نتابع الهزناتي على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط، لناصر بن سالم بن ناصر الحفيظ المري على المركز الأول، يرى الزناتي اللي في المقدمة وفي الصدارة. نتابع في هذه اللحظات بانطلاقته واندفاعته في مقدمة قدمة الشوط بشعار ابن حفيظ مع المركز الأول في هذه اللحظات. نتابع المركز الثاني ومن يصنع المركز الثاني في هذه اللحظات، نتابع وإياكم المركز الثاني هناك. هنا الانطلاق والاندفاع في هذه اللحظات، ومن يصلنا على المركز الثاني لحظات، لناخذ أيضا هذه الأعداد الكبيرة ونتابع وإياكم هنا هذا الانطلاق في هذه اللحظات، والوصول من شقران لحمد بن علي بن راشد بن علي اللصم المري أيضا على المركز الثاني في هذه اللحظات. بينما المركز الثالث، نتابع وإياكم في هذه اللحظات صاحب المركز الثالث اللي بدأ يتسلل من الجانب الأيمن، يا سلام، مع عز الجيش عبد الله بن ناصر بن محمد بن شابل المري. بينما أيضا أرى هناك في هذه اللحظات الوصول والقدوم من ظبيان لسلمان بن محسن بن عبد الهادي بن ديلة المري. بينما أيضا وصول آخر في هذه اللحظات مع المركز الخامس صفوان، هناك لطالب بن مسلم بن طالب بن عقيل النابت المري، أيضا وصول آخر مع هذه الأسماء. الله على هذا التحدي والتنافس الشيق. بينما نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة وإلى المركز الأول وإلى التحدي، هناك أيضا مع الزناتي، الزناتي على المركز الأول على المقدمة لناصر بن سالم بن ناصر الحفيظ المري. والمركز الثاني نتابع هنا في هذه اللحظات شقران حمد بن علي بن راشد بن علي باللصم المري على المركز الثاني. المركز الثالث نتابع هناك الطاير سلطان بن سالم بن خجيب العذبة. بينما المركز الرابع هناك في هذه اللحظات الوصول من اللي واصل ظبيان سلمان بن محسن بن عبد الهادي بن ديله المري. المركز الخامس نتابع في هذه اللحظات صفوان، هناك في هذه اللحظات لطالب بن سالم بن طالب بن عقيل النابت. نتابع أيضا اسم جديد ويغير في هذه اللحظات الكائد، راكان بن حزام بن محمد بن راشد المري. ولكن بنعود إلى الزناتي، يا الزناتي يا الزناتي مع الألف ومئتين متر الأخيرة، الزناتي على المقدمة لابن حفيظ على المركز الأول على الصدارة لناصر بن سالم بن ناصر بن حفيظ المري. بينما أرى المركز الثاني، المركز الثاني شقران، شقران قادم بكل قوة، شقران الله يا شقران مع هذا الانطلاق والاندفاع. نتابع شقران اللي على المركز الثاني يشكل الخطر الأكبر، شقران يا شقران لحمد بن علي بن راشد بن لصم المري. ولكن الله يا الزناتي، الزناتي الزناتي مع هذا الشوط والثمانمية متر الأخيرة والتنافس ما بين الاثنين. ولكن الزناتي، يا السلام يا الزناتي، يقوم راس وينتهي راس، يا السلام يا السلام على هذا الأداء يا ابن حفيظ يا ابن
ابن حفيظ ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء مع الزناتي اللي في مقدمة الشوط في المركز الأول وفي الصدارة دائما وأبدا. نتابع هذا الأداء وهذا الشعار نار على علم يا ابن حفيظ، يا سلام يا سلام مع هذا الأداء كما نشاهد بقية المراكز. ولكن هناك شقران على المركز الثاني، شقران يحاول بالأمتار الأخيرة لحمد بن علي بن راشد بن علي بالصم المري على المركز الثاني، ولكن الزناتي قفل الشوط، قفل قفل الشوط قفل. الله سلام وتحية واحترام لا لحفيظ على هذا الفوز وهذا الناموس المستحق. ونتابع في هذه اللحظات وساعة وصوله هنا الزناتي لناصر بن سالم بن ناصر الحفيظ المري، سلام سلام عليكم على هذا الناموس الغالي والتحية والاحترام مع الزناتي اللي يصل إلى خط النهاية في هذه اللحظات بتوقيت مميز. بينما المركز الثاني نتابع هنا شقران حمد بن علي بن راشد بالصم المري المركز الثالث، المركز الثالث وصل شاهين لحمد بن ناصر بن راشد بن محمد الدويكي، المركز الرابع صدام لمحسن بن راشد بن هادي بن قرح، المركز الخامس وصلنا هنا ضرغام لخليفة بن أحمد بن خليفة بن عبد الله العطية. شاهدنا هذا الشوط وشاهدنا التحدي وشاهدنا على اللي أيضا قام رأس وانتهى رأس، يا سلام يا سلام يا الزناتي. هنا توقيت الزمني 6 دقائق ثانية واحدة و79 جزء من الثانية. تهانينا لمالك الزناتي ناصر بن سالم بن ناصر الحفيظ المري على هذا الفوز. بينما اللي قدم عرض يشكر عليه أيضا شقران اللي وصل على المركز الثاني، توقيته 6 دقائق 3 ثواني 17 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك شقران حمد بن علي بن راشد بن علي باللصم المري، يستاهل الفوز والناموس أيضا على المركز الثاني. بينما المركز الثالث وساعة وصول المركز الثالث في هذه اللحظات اللي وصل على المركز الثالث، هناك تعديل أيضا صدام، صدام اللي وصل على المركز الثالث، توقيت الزمن 6 دقائق 8 ثواني 50 جزء من الثانية. تهانينا لمالك صدام محسن بن راشد بن هادي بن علي بن قرح